يا مساء الفل على كل حبايبنا اللي بيتابعونا من كل مكان. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من لقمه هنيه. النهارده هنعمل وصفات كده ايه مختلفه. ما عملناش قبل كده في حقيقه الوصفات دي. النهارده هعمل بطاطا بيوريه. البطاطا بيوريه هي وصفه شبه وصفه البطاطس المهروسه، بنكهه الزبده والثوم وورق الكزبره، بس طعمها مختلف. التسكيره اللي موجوده في البطاطا بتدي طعم حلو قوي للوصفه دي، وفي بعض المطاعم بره مصر بتقدم الصنف ده كصنف جانبي جنب الاكل، فعايزكم يعني تتقبلوا الفكره كده وجربوه. بما انه البطاطا موجوده في السوق دلوقتي جربوه وهتلاقوا طعمها حلو جدا. كمان النهارده هنعمل غير البطاطا البيوريه هنعمل عيش مقلي. هنشوف ازاي العيش المقلي بيتعمل، سهل جدا وبسيط. مقاديره عباره عن دقيق وملح وميه وبس، ما فيهوش خميره، ممكن تحطيه رشه سكر بس ما فيهوش خميره، ما فيهوش بيكنج باودر، ما فيهوش بيكنج سودا. الموضوع بسيط جدا وسهل جدا. وعندنا كمان النهارده شوربه البطاطس، هنشوف ازاي نعمل شوربه بطاطس ونعملها بسرعه ازاي. يعني لو انا عايز اعمل شوربه بطاطس وانا ما عنديش وقت بعمل ايه؟ هنشوف وهنتكلم بالتفصيل عن الطريقه. هنستخدم النهارده بقى لحمه الانتركوت في وصفه مش هقول لكم اسمها دلوقتي. دلوقتي هناخد فاصل، بعد الفاصل هنرجع هنشوف كل وصفه من الاربع وصفات اللي احنا قلناهم دول هنعملهم ازاي بالظبط. استنى. يا اهلا وسهلا بيكم مره تانية. رجعنا من الفاصل. قبل الفاصل اتكلمنا عن الاربع وصفات، وفي وصفه ما اتكلمناش عليها في الحقيقه وهنأجلها برضه، هكلمكم عليها واحنا شغالين فيها. خلونا نبتدي اول وصفه بشوربه البطاطس. الشوربه بتحتاج ايا كان نوع الشوربه بتحتاج شويه وقت على النار، علشان لو كانت شوربه خضروات زي بطاطس او جزر او قرع او ايا كان نوع الخضروات بيحتاج ان هي تستوي كده وتستوي كويس عشان ما تتضرب بالمضرب، او حتى لو شوربه بقوليات زي شوربه مثلا عدس تحتاج برضو العدس يستوي كويس والخضار بتاعه يستوي كويس، او حتى لو كانت شوربه لحمه او فراخ او سمك بتحتاج وقت علشان الطعم يتم استخلاصه من عظم اللحمه او عظم الفراخ او شوك السمك. فعشان كده هنبتدي بوصفه الشوربه في البدايه. احط هنا كده مقدار من الزيت ونقول المقادير. يلا يا ابو حميد، شوربه البطاطس مقاديرها كالتالي: بصل وجزر كرفس وثلاث كوبايات مرقه ونص كيلو مكعبات بطاطس صغيره. ليه صغيره؟ عشان ما تاخدش وقت في التسويه. ملح وفلفل اسود، نص كوبايه كريمه وكوبايه لبن. يلا نشوف بقى هنعمل ايه. هاجي هنا في الحله اللي انا عاملها على النار او سايبها تسخن على النار، واستخدمت الحله الستانلس دي عشان اعرف اضرب فيها بالهاند ميكسر على طول. حطيت البصل، احط الجزر كمان والكرفس. طبعا في شوربه ما ينفعش اغمق اللون، لازم يفضل لون المكونات فاتح. ندي تقليبه. نستمر كده في التقليب. و اول ما ابتدي كده ادبل البصل مع الجزر مع الكرفس اقدر احط البطاطس، بس انا لسه محتاج كده ايه دقيقه كمان على النار. في الدقيقه دي هاخد كده رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود. نكمل تقليب مره كمان. ريحه هنا حلوه جدا. دلوقتي نقدر نجيب البطاطس وننزل بيها هنا. نديها التقليبه. شوربه البطاطس من الشرب الطعمه جدا، طعمها حلو جدا، بس مش يعني ما بتتعملش كتير، مش من الشرب المشهوره في المطاعم او حتى في البيوت، فانا عايزكم تجربوها لان هي طعمها حلو.
تستحق ان هي تكون بتتعمل كتير. طيب بنعمل ايه؟ بنخلي البطاطس شويه على النار مع الخضار علشان تاخد من ريحه التشويحه. طيب كل ما قطعنا البطاطس اصغر كل ما الشوربه خدت وقت اقل في ان هي تستوي، لان البطاطس لازم تكون مستويه كويس جدا قبل ما نضرب خليط الشوربه. نستمر في التقليب. كده زي الفل. دلوقتي اقدر اضيف المرقة واللبن، وبسيب الكريمة في النهاية. هضيف كده المرقة واللبن وكده خلاص. بالنسبة لي هسيب الشوربة دي على نار بعد ما احسبها على نار عالية تاخد غلوة. بعد ما تاخد غلوة هسيبها على نار متوسطة، وبعدين هقلب واضرب بالمضرب وادوق عشان اشوف محتاج ملح وفلفل او لا. طالما ظبطت وكله تمام بدي بقى رشة كريمة صغيرة. هنتفرج على الكلام ده سوا ونشوف طريقة العمل بالتفصيل. يلا بينا. هنعمل ايه دلوقتي؟ تعالوا نبص على مقادير ووصفة البطاطا البيوري. يلا بينا. كده احنا خلصنا شوربة البطاطس، ناقص بس ان هي تتضرب ويتضاف لها الكريمه. مش هنحط، هنحط طبعا كميه من الكريمه مش كبيره، هنشوف عشان الدهون وعلشان الطعم. مقادير البطاطا البيوري كالتالي، يلا بينا. مقاديرها: بطاطا مهروسه، ده كيلو بطاطا مهروسه، معلقتين ثوم مفرومين، ربع كوب كزبره خضراء مفرومه، ثلاث معالق زبده، وكوبايتين لبن مع الملح والفلفل الاسود. في هنا في طريقه عمل البطاطس المهروسه والبطاطا المهروسه في كده ايه طريقه شائعه بنعمل بيها البطاطا والبطاطس المهروسه، مش هي الطريقه المثلى لان هي بتبقى صعبه في التنفيذ. ان الناس بتعمل ايه؟ بتجيب الطاسه تسخنها تحط فيها الزبده وتحط الثوم وبعدين تحط البطاطس وتقعد تقلب البطاطس، فالبطاطس بتلزق او الثوم ما يتحمرش كويس او الثوم يتحمر زياده عن اللزوم. بعد كده يضيفوا اللبن او الميه على حسب ايه السائل اللي هيضيفوه ويقعدوا يقلبوا فيلاقوا الدنيا اتزروطت والموضوع باظ منهم. فانا هديكم طريقه النهارده سهله جدا وبسيطه جدا لعمل البطاطا البيوريه او البطاطس البيوريه او القرع البيوريه ايا كان نوع البيوريه اللي انتوا هتعملوه. بعمل ايه؟ بجيب الطاسه وبسخنها واحط فيها مقدار الدهون اللي هو الزيت مع الزبدة، ده اللي أنا عايز أعمله النهاردة. حطيت مقدار الدهون وهسيبهم يسخنوا، وأقرب مني هنا التوم اللي أنا عايز أستخدمه في الوصفة دي. حلو؟ حلو جدا. وهجيب الاسباتيولا هحرك كده الزبدة لغاية ما تسيح. وبعدين نشوف بقى الطريقة المثلى السهلة اللي نقدر نعمل بيها بطاطا بيوريه أو بطاطس بيوريه بشكل سلس. يلا بينا. هستنى لغاية ما الزبدة تسيح خالص علشان أبتدي أضيف التوم، ومش عايز أضيف التوم والزيت والزبدة سخنين قوي عشان مش عايزهم برضو في نفس الوقت يعملوا لون ذهبي، لا انا عايز اللون يبقى متجانس. هنشوف ده مع بعض. يعني اول ما تسيح الزبده كده اروح حاطط التوم مباشره. يلا هحط التوم دلوقتي. يلا بعد ما بحط التوم بدي تقليبه، وبعدين بحط الملح والفلفل تقليبه كمان قبل ما يلونوا جامد. ما بحطش البطاطا بقى ولا البطاطس، بحط اللبن. حط اللبن. طب ليه نحط اللبن دلوقتي؟ علشان سهل قوي ان انا ادوب البطاطا المهروسه او البطاطس المهروسه في لبن سخن، لكن صعب ان انا اضيف اللبن السخن واقعد اقلب. وبعدين كتر تقليب البطاطا او البطاطس على النار
بيعمل لها عرق، يعني بيخليها كده ايه، عامله زي ما تكون مطاطيه كده، واحنا مش عايزينها كده، عايزين نيجي ناخد منها قطعه بالمعلقه تتاخد بسهوله. تقليبه هنا كده سريعه. ليه؟ اضفنا اللبن، هنسيبه كده ياخد تسخينه. نبص هنا بقى على ايه؟ نبص هنا على الشوربه، نشوف وصلت لانهي مرحله. الشوربه هنا ماشيه كويس جدا، لسه محتاجه وقت بس بايه، هنوطي عليها درجه الحراره. ممكن على ما تسخن يا احمد، على ما يسخن اللبن اللي بالزبده والثوم ده، ممكن ناخد فاصل نرجع يكون سخن اللبن بالزبده والثوم، نشوف ازاي هنقلب معاهم البطاطا البيوريه وازاي هنقدمها بشكل جيد. يلا استنوا. اهلا وسهلا بيكم مره ثانيه، رجعنا من الفاصل. سخن اللبن كويس جدا مع الزبده مع الثوم، ودلوقتي انا بضيف البطاطا البيوريه، ودي الطريقه اللي انا قلت لكم ان هي طريقه سهله جدا لعمل البطاطا او البطاطس البيوريه. هنسخن الزبده، نحط الثوم يتشوح، نحط اللبن يسخن، نحط على طول البطاطا او البطاطس البيوريه او القرع البيوريه بصرف النظر بتعملوا ايه. بصوا بقى اللي هيحصل لما بنعمل كده، الموضوع بيبقى سهل جدا، يا دوبك بس بتقلبه كده. مجرد التقليب بيخلي قوام عبقري جدا، والشكل حلو جدا، والريحه حلوه جدا، وكل حاجه تمام. بس انا كده خلصت البطاطا البيوريه، مش فاضل بس غير اضافه اوراق الكزبره اللي هتدي طعم عشبي جميل جدا للبطاطا اللي احنا عاملينها النهارده. ناخد بقى الاوراق، اوراق الكزبره المفرومه اللي احنا عاملينها، نحطها هنا، هيجيبها لنا احمد حالا، وندي التقليبه الاخيره قبل ما نطلع من على النار. بس محتاجين قبل ما نطلع على النار ندوق الخليط ده عشان نشوف الملح والفلفل، محتاج شويه ملح كمان. يلا بينا التقليبه الاخيره. طبعا ده لازم يتقدم سخن ويتغرف وهو سخن، وكل حاجه تبقى ايه في نفس الوقت كده على طول. يلا هنطلع ده من على النار هنا، والشوربه زي ما هي مش محتاجه اي شيء، ممكن نديها بس تقليبه كده نتاكد من تسويه البطاطس، لسه محتاجه سنه صغيره جدا، هنسيبها. هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ هنشوف طريقه عمل ومقادير العيش. يلا بينا هنشوف عيش مقلي هيتعمل ازاي. يلا بينا نشوف المقادير. مقاديره زي ما قلت لكم بسيطه جدا، دقيق وملح، رشه سكر صغير بس كده، طبعا مع الميه. طيب ايه هي المقادير؟ 3 كوبايات دقيق، رشه ملح، ورشه سكر، وزيت للقلي. 3 كوبايات الدقيق دول محتاجين كوبايه الا ربع ميه بس كده. الموضوع بسيط جدا وسهل جدا. هنعمل ايه؟ هناخد الدقيق ده نحط عليه الملح ورشه السكر وكوبايه الا ربع ميه ونعجنه مع بعضه. بعد ما نعجنه سوا هنحطه في اناء زي ما حضراتكم شايفين كده. ده طبعا هو مش محتاج يختمر لان ده ما فيهوش اصلا خميره ولا بيكنج باودر، كده كده البيكنج باودر ما بتحتاجش تشتغل بره الفرن، تشتغل في الفرن على طول هي والبيكنج صودا، لكن هو ما فيهوش خميره فمش محتاج يختمر. فبحط شويه زيت صغيرين كده في الاناء ده، وبحط كوره العجين اللي انا عجنتها واسيبها على الاقل تلت ساعه عشان لما اجي افردها واقطعها تبقى مرتاحه، ما تتقطعش مني وتتفرد براحتها. طيب نعمل ايه بقى؟ هنيجي هنا كده نقلب العجينة بالشكل ده، وهناخد شوية زيت هنا كده وافرد قدامي كده هنا شوية زيت
واروح جاي واخد العجينه هنا حاططها كده وافردها كده بايدي او في الحقيقه انا مش هعمل بيتزا، هي شبه البيتزا بس انا مش هعمل بيتزا. من كمان ايه نقرب دي هنا كده عشان نشتغل براحتنا شويه. يلا انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل كده اطار، هنشوف انا ليه بعمله دائري كده. ونبتدي بقى نعمل ايه؟ ناخد مثلا الكاس ده، حلو، والكاس ده هحط كده على طرفه شويه صغيرين من الزيت، وهاجي هنا اروح واخد قطعه كده من العجين بقطع العجين كده بالكاس اللي في ايدي ده. ودول هشيلهم كده واعجنهم تاني مع بعضهم. اعجنهم كويس 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 والفهم هنا وبعدين افردهم بنفس الطريقة واخد منهم برضو ايه قطع كده كرات من العجين. يلا اهو هنفرد بقى ده زي ما انا كنت شغال في التاني وهكذا وهكذا وهكذا. خلي العجينه دي هنا كده جنبنا وهناخد العجين ده وننزل بيه هنا في الزيت زي ما هو كده. نشوف موضوع العيش المقلي ده بيطلع عامل ازاي ويتاكل مع ايه، ليه استخدامات متعدده. خلينا نحط ستة بس في المرة مش هزود تاني عن كده. هوريكم شكله بس أول ما ابتدي كده إيه يشد شوية في الزيت هنشوف شكله. تعالوا نغسل، هغسل إيدي مطرح الزيت والعجين عشان نشوف الوصفة التالية نبتدي فيها على ما العيش يبتدي يشد حلو كده في الزيت. هو بياخد قد إيه في الزيت؟ ما بياخدش أكتر من 5 دقايق، يعني من 4 لـ5 دقايق كده بيكون جاهز على طول. شغال اهو. تعال يلا بينا يا ابو حميد نقول مقادير يخنة اللحمه بالبصل. مقاديرها كالتالي: شرايح لحم، احنا واخدين لحمه من الانتركوت شرايح رفيعه جدا، وورق لورا، جوز الطيب، حبهان، ملح وفلفل اسود، مستكه وفلفل رومي، وبصل متقطع جوليان مع طماطم طبعا، وجوز الطيب احنا قلناها في الاول وده مكون مهم جدا بالنسبه للوصفه دي. العيش ماشي كويس، هنسيبه في الزيت لغايه تمام التسويه. يلا دي الطاسه اللي انا هسوي فيها اللحمه. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب كده كاتنج بورد ولا حاجه نحطها في الحته اللي ما فيهاش زيت دي ونجيب اللحمه عشان نبتدي نقطعها ونشتغل عليها. هات كده يا احمد نشوف كده وهو بدا ياخد لون اهو. ايوه الله ينور عليك. بص اول ما يبتدي يطفو على السطح يبقى قرب يستوي كويس. طبعا احنا عايزين لون افضل وعايزين نفشان اكتر. خلي بالك هو بينفش من غير ما يكون فيه عجين، من غير ما يكون فيه عفوا خمير. يا سلام يا ابو حميد. يلا هناخد دلوقتي شرايح اللحم نحطها
نحطها فوق بعضها. بالشكل ده. واخد صوابع من الانتركوت زي ما حضراتكم شايفين كده. ممكن بقى تصل على النار دي على مكان من تقطيع اللحمه نحط لها كده ايه شويه زيت زيتون كده يسخنوا. ينفع نستخدم زيت نباتي بصرف النظر بقى زيتون، عباد شمس، ذره، اللي انتوا حابين تستخدموه استخدموه. لا مش كده يا ابو حميد. دي اللي انت كان عايزها ويندوز بالظبط كده. احمد بس بيحاول يقلد الشيف امين ومصطلحات الشيف امين، بس ايه ساعات كده بتقلش منه. يا سلام يا ابو حميد، يا سلام يا ابو حميد على نبهتك. شايف اللون لطيف ازاي؟ لسه هنسيبه شويه كمان عشان خاطرك انت. يلا. يلا هنيجي هنا ناخد شرايح اللحم ننزل بيها هنا كده في الطاسه ونشوف الجمال والحلاوه. وهي كده على النار شرايح اللحم هنحط لها الملح والفلفل ونسيبها كده على النار ما نقلبهاش دلوقتي. ليه؟ عشان هنروح نشوف العيش. هنجيب ايه للعيش بقى ده؟ هنجيب له مناديل. تعالوا بس نشيل دول علشان نعرف نشتغل. الله، بص يا ابو حميد كده العيش شكله عامل ازاي؟ شكله خطير. ناخد بقيه العيش وننزل بيه هنا في الزيت. يلا نيجي عند اللحمة اللي احنا سبناها من غير ما نقلبها، واحنا قاصدين نسيبها من غير ما نقلبها عشان تاخد اللون الخطير اللي انا لازم اوريه لكم ده. هات كده يا ابو حميد معلش. شايف اللون الخطير ده؟ هو ده اللون اللي احنا عايزين نوصل له، لون اللسعة والتحميرة ده. بصوا الناحية التانية لسه، هو ده اللون بقى. شايفين؟ هو ده الجمال. يلا بينا. ندي تقليبة. وهي على النار كده هننزل عليها بالبصل والمستكة ورقتين جوزة الطيب. ناخد الطماطم نبتدي نجهزها والفلفل. احنا حطينا المستكة ولسه احنا حطينا ورقتين لورا، جوزة الطيب لسه هنحطها. طب انا دلوقتي بقطع هنا الطماطم مكان اللحمه، هل ده يجوز؟ لا يجوز لو انا هعمل سلطه، بس يجوز لو انا الطماطم دي هروح واخدها كده حاططها فوق اللحمه خلاص. لا هو يعني ال قلشت منك دي يا محمد. يعني احمد بيحتاج احمد يعني بيجود فبيقول يعني واحنا كل حاجه لازم نغسلها لازم نوفر الميه وبتاع. لا الغسيل مهم وما جاتش على الغسيل والنظافه في توفير الميه، ما توفر ميه في حاجات تانية. بس
المنطق مفيد برضو. انا دلوقتي ما ينفعش اقطع خضار مكان اللحوم، صح؟ لو انا هاكل الخضار ده ني، بس افرضوا انا هسوي الخضار ده مع اللحمه، خلاص هقطعه مكان اللحمه واحطه واسوي الاكل كله مع بعضه، كله هيستوي مش هيبقى فيه مشاكل، واغسل بعد كده الكاتنج بورد. طبعا حلو قوي لو احنا عندنا في البيت نخلي في كاتنج، في قطاعه زي دي كده للخضار، وواحده للحمه، وواحده للسمك، وواحده للفراخ، نبقى يعني عباقره. شايفين اللون اللي تحت ده؟ مش هنسيبه، مش هنسيبه كده ابدا، هنجيبه. عايز اديها كده رشه خل صغيره، وبعد رشه الخل دي هستخدم الاسباتولا في انه انا اطلع الطعم الجميل اللي تحت ده. يخنة عبقري، محتاجة بس وقت، ومحتاجة نار هادية، محتاجة كده ايه، طيب هنا البطاطس عندي بقت زي الفل، هعمل ايه؟ هضرب البطاطس بالهاند ميكسر. طبعا في البيت ينفع تضرب في الخلاط عادي، مش لازم نفس الأداة اللي أنا ماسكها دلوقتي. كده خلاص بالنسبه لي ده قوام حلو جدا. هعمل ايه بقى؟ تعالوا نشوف هنعمل ايه. لازم ادوق القوام ده الاول عشان اشوف محتاج ملح او فلفل. رشه ملح صغيره قوي، و نديله تقليبة، عايزين بس نقلبه في حاجة نظيفة. الشوربة طعمها حلو جدا. والكريمة هتتضاف بعد الغرف، سيبها بس تاخد غلوتها قبل مرحلة الغرف. كده فاضل لنا ايه؟ كده فاضلنا نروح نبص على العيش اللي في الزيت الناحيه الثانيه. محتاج بس ياخد تقليبه ينزل نازله اخيره، واللحمه تبص عليها وحميد من فضلك قبل ما تطلع فاصل. شايف الجمال؟ طعم خطير ده. بس كده هنطلع فاصل، بعد الفاصل هنرجع هنغرف الشوربه، هنغرف اللحمه، هنقدم العيش، وهنقدم البطاطا البيوريه. استنونا. يا اهلا وسهلا بيكم مره ثانيه، رجعنا من الفاصل. اديت تقلبتين ثلاثة كده خلاص ليخنة اللحمة، ووصلت لمرحلة يعني ايه خطيرة. نعمل ايه؟ هنرفع اللحمة من على النار ونيجي هنا في طبق التقديم ننزل باللحمة على طول. يلا بينا، اجي هنا كده في نص الطبق هنزل باللحمة، يخنة اللحمة الانتركوت مع البصل. يعني طريقة سهلة جدا، طعمها يعني مركز جدا، عايزكم تجربوها. طب ايه كمان هنعمله؟ الشوربه كمان جاهزه ومستعده للتقديم.
تعالوا بس نشوف حاجه نقدم بيها الشوربه. يلا بينا. هناخد بقى ايه؟ لو تلاحظوا انه احنا ما اضفناش لسه الكريمه للشوربه دي، مع ان الكريمه كانت احدى مقادير الشوربه. طب ليه ما اضفناهاش؟ دي هنضيفها في النهايه، هتشوفوا ده مع بعض حالا دلوقتي. نيجي هنا نحط الشوربه كده و هنيجي هنا كده نحط الشوربه الثانيه مكانها وناخد كده مقدار من الكريمه. بس خلاص كده يا دوبك كده ايه، معلقه واحده من الكريمه بتدي طعم خطير، واحنا بنحطها بنقطها كده عشان لو حطينا جامد بتنزل تحت. شايفين الموضوع ايه؟ بسيط جدا. نجيب بقى العيش الخطير اللي احنا عملناه ده، ونيجي هنا ناخد العيش كده نقدمه بالشكل اللي حضراتكم شفتوه ده. كده مش فاضل غير البطاطا البيوريه. هناخد بقى البطاطا نحطها هنا في منتصف الطبق كده، ونوزعها بالشكل ده عشان ايه تبقى شكلها منتظم. بس دي سفرة النهاردة. النهاردة عملنا بطاطا بيوريه زي ما حضراتكم شايفين كده، بالثوم والكزبرة واللبن والكريم، وبعدين كمان عملنا لحمة، يخنة اللحمة أو يخنة الانتر كوت مع البصل والطماطم وورق اللورة. بعد ما خلصنا يخنة اللحمة الانتر كوت بالبصل والطماطم وورق اللورة، عملنا كمان العيش المقلي، وشفنا العيش اللي مقاديره هم عبارة عن ثلاث مكونات: دقيق وملح وسكر مع المية. بس كده مفيش حاجة تانية غير كده. عملنا كمان شوربة البطاطس، شفنا طريقة سهلة جداً وسريعة لشوربة البطاطس. أتمنى تكون حلقة النهاردة عجبتكم. ابعتوا لنا على صفحة البرنامج على فيسبوك لقمة هنية، قولوا لنا إيه الوصفات اللي أنتوا عايزيننا نعملها لكم في المرات والأيام القادمة. أشوفكم على خير إن شاء الله بكرة في نفس الميعاد.